من أداء المؤسسات الاقتصادية وكذلك أمراض القلب والأوعية الدموية لمرضى شركة الإنجاز شركة إيرانية إيبيا. وفي بالعهد اللي وفينا به مع السلطات العليا لهذه البلاد بالأخص السيد رئيس الجمهورية اللي في كل وقت يلح على رفع إدماج الأدوية في الجزائر بهذه المشاريع فيها ثلث مواد أولية اللي راح تساهم في رفع نسبة الإدماج لصناعة الأدوية في الجزائر الأنسولين وبعض الأدوية. راكم شفتوا اليوم يعني في ولاية باثنة المجاهدة والمضيافة ننطلق إن شاء الله عن قريب في الإنجاز في هذه المصانع من طرف مجمع صيدال وإن شاء الله نعطي وعد لبعضنا من هنا 18 شهر تكون لي برومي كريستو دانسولين خرجوا من المصنع هذا.